شبر الإيمان طرد واصدح بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقيب كمدة حلقات كي تحناها نوسو سعودي الشيخ محمود محمد شبلي أن كوي دين جرني سؤالها النوسو والديسان برها بلشدة قيبة هذا كلادون دكتور كوحان إن شاء الله تعالى أبندقينا سؤالها وأنا حلقة دي سيديتني لبات سؤال شكو بان وحسائل كلية هي نينك الدين تكبح حدو حاس لها ما كفر ميسا محال لقربا حدو كسو لابانا يدين ته. تفضل مشكورا شيخنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد لابد يسقب متكود هدو الدين تكبح عقدي حرقي ودحي نكاحة هو فرمية ساس درتيد مانا نقرأيان دي لبادي أهل كتابك ننك قبادي أهل كتابك ننك مسلمك يسوب بانانانا نقن مايان هدي عقدي فرمو قوه أما قفك قالوا بي ننك هان نقضو أما قفك قالوا بي ناكت هان نقضو وحي قليسا هوانتو وقت عداه وجنسي النوع عدادة فسقة هذا أور لهذا هنا إلهي كذا شيء نقول هذه كلام هل عادو أيه نقول هذه نقف عادي ديك له هنا هل بالبين نقول أو لقوه بسنة يو إن المكة لشرين لأن أنا عبادة كعدة سيدة عادي جهد هذه اللي بدي قف كودي دين تكبحي وكسر لابت الدين ت انتان عدد الأمانين هذا يقول له هيدا أنا دالين هذا عادة له هيدا هل عادة أنت كل عادة أنا كطاهر نقولين هذا يبي له هيدا بشي أنا دم يسنين هذا قفكي صول لابته عقدي النكاح هو صول لابنايا سي أوتوماتيك هو صول لابنايا هو كان الجنس يفسخ وحلو ذا جايو جنسي الطلاق رجعت أباها معها هذا عدد لما تنا ومركا كدب وصول لابته نكاح يقرع السب أي أباها نيان عدد طلاقه تلقط عضي وتراهان كقو أي سنة معها انت مركا كور كوة تشوغي نما سدح ذي وبوحدة أو دمامة دمامة يقيبك كلا تقيم بكوة تشوغي تاسي وادنعا qoyskii haas nimada iyo furriinka iyo kala tagay isku noqoshada diinta laga baxay lagu soo noqonayo taban laba arimood bay u baahan tahay koo qofku shahaadada inuu qabsado oo islaamka lagu soo galo waa u baahan yahay talabaad sababtii uu ku gaalobay wixii diin ahaan uu beeniyay inkiray ama diiday si aad u dhigto hadalkaba wixii uu sababtii ku gaaloobay inuu dib u qiro way haduu ashahaatay soon wixii qirin islaanimadiisu ma ansaxayso tusaale ahaan aayad qur-aan uu beeniyey ama asal usuusha caqiidadu aakhara jiritaankeedu aayada badan ay soo gelayaan buu beeniyey dib uu ashahaatay welina beenintii waa ka taaganta weli waa gaal sababtoo markii horeba lafdu shahaada muusan diidanayne wuxuu gaal u noqday آيات كان يوحن وديدنا وحي ديدنا نقولي وديدي أما وحور رميسنا سوى الشهادة يشهد على الله شحمد رسول الله له عيسى إلهي هي أما ويل إلهي هي بور رميسنا بور رميي وقالوا بي هدو الشهادة وإنو قرا عيسى أدون إلهي نيح وسن إلهنا هي ويل إلهنا هي هدو تي قوات كيستا ولي ولي وقال الشهادة ذو ما أنسحن wixii jabiyey ee uu ku gaaloobay waa inuu ka noqdaa u sida saxda islaamku qabay uu uga laabtaa wabillahi tawfiq. جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك وأحسن الله إليك. سعادة الدكتور روح سؤالش لبعض سألكوا حولي هاي قفك حنوصان أباهن إني حبين لقب بدلو سيدك ليها أو كلاتو
ما بنانته إن لو بيرو كليو دوفار الحمد لله مسألة ده حبن أما كليها النقضان أما لفها النقضان إن قفك حبن وبهذا إن لقى بدل أما وحلقو تلالة وبهذا أصل كواين لقو تلالة بعرم وتدير له لو يبنانته كو قفكن وحن وبهن يهي أصلا كم عرمن ويحاجدي يا ضرورة ذي تاغنته لبا واحد طاهرة إنه واي أو بوسكا جيليكرا أما دريد بها كوايو أما مركا يساقو بهاناي ماشو تشوغي هكا سورة جيلي ويدو على كل حال قدر كي شرعك هاي وايست إنه واي واي انت هدير لسامييو ضرورة واي بنايسا أصل كواحد لو ديدي وحيابها دوفار كواحد لميدا حتى وحيابها حولها كسو تشيدا لكن نافكو بختي النجاسة دا ونقونية مركا إنو نرعان اللفا ويكون نجاسو بان نافكو مركو بختي ومدى كشافية رقال لميدك أما وحيب اللفا هنا نهينا كليئ إيا وحال لميدا يبار إيا أي لميدا وحال لو ديدي وان نجاسة قفك هدو النجاسة ليا هاي دي صلاة الطهارة يباهن عبادة الطهارة يباهن بالحريرة وأن النجاسة أنسحين لكن هذه ضرورة ما دو نجاسة عبادات كويكوا صحان صلاة كما دي حا مستحاضة هاي ديك فران كقبتي يا قفك سلس البول كيو ريحة قبي أما النفط أن يستاقين أما كايدو أن يستاقين توح كلام ما هو ذا الضرورة ويا ويسجدت كنا ويسجد عبادي سنيان سيدي وكلون نقانا يا هدي حبين كان لقو باري وكسو شيء ذي النجاسة أما نف بختي أما وكسو شيء ذي ضفاري وحيل لمدا وكسو شيء ذي لبعضه با ضرورة هدي اللي هرو قفكي باهنيه كم مارمي واي وحبدل كذي طاهر وقلنا لواي وبنات مسألة عصبنا ما هنو ومسألة فقادي أنه رونا ليك وضح الله لغاية بدتكو دوفار بقى لقرية ونهدى كلي إنه يكون عصبتها لكن وحي فقادو كهل لأن لفت قفك هذا مال انتي بربورت لفك للقرية نيو ولف طاهر اللوايو ونف بختي وحيدان أما دوفار لفتي لقرية وقتي أنت سيجرت أنا وأنت أنا كيف قاعد النشاف عيادة تقول ريا كهالله تصريحي أبو الحسن الماورد يحاول كبير بكمدها ثم من بعد ذلك جوين نهاية المطلب بغوي في التهذيب إلى النووي ريا كدم بي كتوت هذا قوة تطلع ذي كل ذو ولا يبى طب جهر مري شركة إن الله كان قاعد كرت الله فهو حلو إسكال كان قاعد أنت بدنه ونين لجاري لكن لفي كل يوم كلا هذه الضرورة شرته وحبدل كذي قرانا لوايو للضرورة يوان فعي ضرورة دي النجاسات كان مركي ضرورة ما دار الصلاة ولا أقبلها يطهر هذا هو شرط شروطنا مركي لقع عجز عند العجز ولا طورة يا أركان تبا استاقيب على الطورة مركي استاقوا يقفكم توحن طهارة دنا حديث مستحاضة لعب أصلوح على أن فيه بحثا فقدين الشافعية ذو هل كان مركا لأيقا ضرورة ونينيتا يوحى النجاسة ايتا قولا واحدا وينتا نوا لكن هديون مذبكوا عن نقل هديون اي كفرنان لهي نوع اجتهاد والا ديه كاري لها حبنتا نقودها تيركا لغو بيري من الباطن بين نقطي ظاهر كمد ما نجاسات كباطن ككوتشيرانا نجاسة شرعا لم اعتباري ووسك علوشة كوتشيرا والنجاسة سحرة علاش كوتشرت والنجاسة كهذا كهيسة كهذا هيست كبر حضور النجاسة لكن أنت أي جدها كوتشران أحكام النجاسة الله مسيح عندنا في المذهب اللهم إن لا يراهدو وحالك على قاضي يعني النجاسة من الجنس أو جدها كون على تيو نجاسة واردة إيه كرك كيما تلاك على قاضي إن لا يراهدو ما هني وجبة يالن لهيد هديهم اللي هلي له وجه شافعي إذا أنت عروق هاي وجه ساسة معرك لكن مربضا بالإرادة بحثي قاسي
سيد جويني إليهين قياس كساس وكين لها لكن مذهبك عن نقليه نقلي جينا وح وجوها ما هي النوع رجوره يري شاف هذا كم ذا وبلا توفيق بارك الله فيك وأحسن الله إليك سيدا ونكسنا النوع كلا دقيقتي شيخ ما أنت سؤال سيد حاد سألك وحليه هاي باقية أما هراجة خمرية مرك الله ميرو يعني قفرك كهرة هي ملاسين كرا حولها النول سيلا ونفقيه الحمد لله مسألة ذاسي قلت مسألة عصم ما هانو ومسألة هري فقهادو كهلين عصير كان مرك الله ميرو خلق ايو خمرية حيابها كسو هري أما عصارة أما تبني كذا وحمق عاكو لغو مقع عاببا على الصحيح ويبنانته لا سيما على القول خمر هو حرام النجاسة معه طبعا نجاسة الخمر هو مسألة خلافية وخمر هو حرامته خلاف كمجر لكن حرامته نماذا نجاسة مو دير تايمس أمر ديرا ومسألة خلاف كجر عدية رواة طاهر وعبتان كي يلدي دي وعدتك أحكام المكلفين تهي دي حولو حكا جنس المكلفين كمن معه كذلك هدي على القول والنجاسة اللي يرى هذنا وحاولي من دون تمسالة هدي غالب كان نقطة انتذي على القول بالنجاسة نوعي جلالة ها إني النقضان إلا النبي جلالة وادي دي هيرب كذي اللعوني عاني هذا اللعب صابت أن جلالة وحالي هذا وحاها يوانك اللغو عالفية كنول نجاسة نجاسة نجلالة وحو النقر يا مركي غالب عنتدي سكن نقط انت وكجو اين مدعينا كسوريين مددوا لسو خلاصين صدرت على القول اني راجح الى خمر وحرام ان نجاسته دليل ساسه ملها فقابل اي قبان هي على القول حيوان كون سن مكلف هين هذين غالب كن نقن وي بنانتهي ان لو عال في حوله مثل عصبنا ما هو مثل حتى قرنت الدول الاسلاميه اي شرتي سوشر جرتوك تطفق هذا كبحث وبالله توفيق بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخ سائل كمان سؤال أفراد وحولي هاي ويلا يعني سمهر حنا بيلا ذا هاي كدبنا وان كلا تقني أنا قانا نخير نقانين لو بالكدب أي ويلا يقول دري دينتم حيك قبتها الحمد لله مركة كوبات نكاح مهر حدكيه ما أنصحه مرك الله بعدنا وحبذنا وأحكام ذي النكاح الصحيحة هنا أثر كي كده لنا يحوقاته هذا وجهد وحوي فر أنا قن رير نقن أنا قن جوجل يحرير قال منا أحمرنا ذي وجهد ذي عدبة ما قشو كي صحيح هابين عدبة قال ينني كفاسي ذي إسكبدال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون هواي دات فرطان إذن كون حير قول إذن دحمرين وعدة أبا ملح لببيروت كدي ما ها أفكي سمرك كصوب حذي هدي قولها الله فردي أو الله نكاحي نكاح واصحية نكاح وأمرك سيهورا متصحة هالنقضة أما متفاسدة هالنقضة هدي وجه داد رير مانا النقضة نقوري مانا ندقين لكن حجر جوجل دحمري إن عدد هذا لما يستطيع أحد عدد هنا على الصحيح كعدة الطلاق الصحيح واحد ويجرى قوله عدد هو هل عاد إن يكون عاد كذب حلا في رنايا لا بضع بالكذب قبل سد عاد ما كل عاد سد عاد مر بلا بلا جذور كل عكر طايو دمر قدر كي طاهر نقول يا عاد أنت كم قناته يكون كلا دوينهن قرب الله جاب الله بوي كدي بينه كل هذا هذه سدح لي عاده لما أتينا بلا خلاف وصحية هذه كلا النكاح خلاف كتشرين وأن صحية وهي إن مرق كبا حان والتجديد سميان بوفي عن وهدي يقول لي سؤال كان مركو فري كدمنا أين سدح هذه لين وبالله توفيق بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخنا سؤال شنات وحيلة ذهي قبر جعيل إيقوقي أنتي قرابنا أنها هدي أن أركو مكاء موسيكرا قبر داسي
si wax dhibaato ah aanan u dareemin. Alxamdulillaah, nacam ha. Markay qadiyadu rag iyo dumar tahay, iyadoon wax dhibo dhex marayba jirin. Yaa mar walba xiriirka dhex maraya dadka isgeya ama isguursan kara, ee nikaaxu isu qaban karo. Sharciga Islaamka hadii la yiraahdo qofkan labadan way isgeyaan, waxaa looga jeedaa nikaax sharci waa isu qaban kara. Haddayba halkaa joogaan, shartiga asaasiga xiriirkoodu al-amnu min al-fitna way. Ilaa fuqahadeennu salaantii sharcigeeda assalaamu calaykum iyo calaykum assalaam ay ku xireen uu salaami karaa wayna ka jawaabi kartaa cinda amni alfitna. Rag iyo dumarkuna waa laba jinsi oo Ilaahay soo abuurayo. Raggu markuu rag la joogo ama dumarku dumarku la joogo, dareen aan ahayn baa yimaada markay rag iyo dumar isku soo aadaan. Dareen aan ahayn baa yimaada. Dareenkaasina waa meesha asaaskay fitan badan ka dhashaan. Dadkuna naarta waxaa loo galay u badan, alfamu walfarji waa ka mid a. Afkaagoon xakamaysnayn. Waxa xiga muxuu yahay? Shahwaan xakamaysnayn waa. Saas darteed, calaaqada iyo xiriirka hadal ee dhex maraya, xataa kii sharciga ahaa loo galaya salaanti, ba qur-aanku shardi Ilaahay ku xiro falaa taqdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi maradun, qofkii qalbiga wax kaga jiray. Saas darteed, hadduu qofku xiriirka iyo hadalka dumarka guud ahaan ama qaar gaara uu ka baqaya wax fitan iyo inay ku abuurto ama dhib ka yimaado, uu ka aamusi karaa. Asalku raasamaalka nafta weeye iyo mawaatinul fitan in laga ilaaliyo. Saa darteed, hadduu uga baqayo naftiisa xanuun iyo dareen iyo dhibaato uga baqayo, uu ka aamusi karaa. Wabillaahi tawfiiq. Jazaakallahu khayr aljazaa, baarakallahu fiik wa axsana allahu ilayk. Saa'ilka oo su'aasha lixaada wuxuu leeyahay, qofka hadduu ku geeriyoodo wadamada gaalada oo qubuuraha gaalada lagu aaso, muxuu arrinkaasi noqonayaa? Alxamdulilah, dabcan asaasku qofku qubuurta muslimka in lagu aasaa waajiba haddii la heli karo. Haddii la waayo ama dadkiiba lagu qasbo inay ku aasaan, dadkan aasaya dembi malah. Asaga wax badan waa ku waayaya, wax badan waa ku waayaya. Oo laba arrimood ba ay tahay. Marka koowaadi waa daris xuno, aril qubuurkuba daris weeye. Daris xuno qubuurta lagu cadaabayo, kaag dhowaanshaheedii iyo ku dhex jirkeedu dhib bay leedahay. Dhibka labaad ay leedahay waxaa weeye qubuurta muslimiinta, dad muslima yimaada, dad qubuurta waa loo duceeyaa, ducooyinkii oo dhan buu ka qadayaa. Qubuurtana waxaa laga yaabaa qof isagoo qabrigaba ku dhiban, dadkaa yimid ducadooda in Ilaahay ugu nuuriyo. Nabi calayhi salaatu wasalaam qof dhintay uu qabriga u tegey ku tukaday, wuxuu yidhi qubuurtoodu way mugdi bay ahayd, Ilaahay salaadeeda ugu nuurinaya. Dadkaa muslimiinta qubuurta imanaya ee maalinba qofku aasaya ama soo ziyaaranaya ee ku bilaabaya asalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin waataakum maa tuucaduuna qadan mu'ajaluun wa inaa insha allahu bikum yaqfiru llahu lanaa walakum. Annaga ilaah kidinka allah inoo dambi dhaafo. Ducooyinka badan ee gaari lahaa ee dadka muslimka ee soo booqanaya ah buu ka qadaya. Runtii labadaba marka la eega dee waxyeelo weyn bay u tahay, waxyeeliya dhib weyn bay u tahay. Dadkuna qubuurtooda la soo nooleynayaa oo axyaau bay ku ahaanayaanoo xayaatada barzakhe aantan adduunka shabihin. Saas darteed, qofku ma banaan in lagu aaso haddaan daruuro iyo ikraah jirin. Wabillahi tawfiiq. Baarakallahu fiik, jazaakallahu khayr aljazaa. Sheekh, saa'ilka toddobaad, su'aasha toddobaad ee maanta saa'ilku wuxuu leeyahay, nin aan kala tagnay saddex jeer ayaan isleeyahay ku noqo, maxaa dembi uu noqon karaa? Alxamdulilah, haddii dalqadihii dhammaadeen saddexda ahaa, dee ku noqoshadu waxay u baahan tahay dariiq sharci ah. Dariiqa sharcigaana Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi
طلقت قدام بيسمركو كهله فين طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وما بنانا الى ننكل اي قرسته وهذا بعد ننكل ودعاد ننكل انات قرسته ننكل كره جوجل يرنوي قال ما يدن دحمرته وهذين يدن دحمرين كور حلال وما نقنست أدو حيتري حتى تنكح زوجا غيره إلى أنك لا أي قرسته لكن قال ماذا يقول إن شرط التهاي حديث النبي وهاي وكبر بعض النبي وتم عليه الصلاة والسلام وحيت الرسول قال إنك يقول رأي فري صدق هذين وايد أماتي قال أنا الصحابة تشوكي أبو بكر عمر يدد بدن بتشوكي وين ما عود إنك فري من اللي يراد هبل باي قرص ذي إنك أنا وين ما عود وحيت إن كاسي وحبل ما تشوه ما معه إلا مثل هدبة الثوب وهو ماشى كوها ياي مرض فرق يدو سيد وش العسين هاي تري ماشى حما ياله مركز له وحجري نك ورا أقول نقطة رضا صماها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك إلى أنك عصبي أي قلمي إيو قولي إذن أحمرته مايا تكاس وحوت شردي شردي قال الله بعضه وهاي نقول يا قلما دحمرت مركا كذب فإن طلقها نك على بعضها دوفر إلى عددينا كذا ماتوا نك هذه ويكون نقون كرتا هل متبل لكن مهم لا يقاتوا نك دم بيجور سنة يسوع إلى كوه شيان ولا أجاده محل النقطة ما بنانا ويسقوا أبيه لبضة طبعا لعنت باكل حيسة كان يكيه رأي النقون يسيب ونقول لعن الله المحلل والمحلل له إلهي إن عرض يساكل هذا ونحرس الله كفه ويكم وحبان حرارين له يكم لو حرارين يا كم وحبان حرارين له هشيس كجلا ينا النكاح حاسي على الصحيح ما أصحيه نقول الحكومة عبي التيس المستعار أرجل لسوق ورصي وي حقي ما لبماه laba hadii uu seenin ku ogeyn oo iyada hoosta uga guntan tahay ninku dambi mala nikaahuna waa saxaya laakin iyadu way dambabaysaayo guurka khiyaanada ee ninkan u guursanaya reer iyo dhaqan iyaduna mardabada khiyaanada ay wado khiyaanada guurkeeda qofka muslimka wana suuli kullu muslim bal iska rabaayo rag iyo dumar toor mid kale inuu khiyaana ku guursado ما بنارو دم بقاسي قري دم بقاسونا واوقار لكن نكاح وان صحيح وبالله توفيق جزاك الله خير بارك الله فيك وأحسن الله إليك حلقة ذيني أهيد حلقة سيديتني لبعض ما أنت إن شاء الله تعالى أنت سا كوكب جبينينا أنت أنك كل ما إنه حلقة حلقة ذنو كلاتها وحنين كتغينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرد يا شبل الإيمان طرد واصدح بالقرآن.